أمي أسعفيني فأنا مريض، شيء ما أصابني لا أعرفه. لا تقلق عزيزي، أمك هنا ستداويك، ستصبح بخير. لديك حمى، رأسك دافئة، فقط استريح ونم في السرير. ها هي كمادة من أجل السخونية. سأكون بخير لا تقلقا. فلتفتح فمك، افتحه جيدا. لا تقلق عزيزي، أنا بجانبك. اطمئني مامي، فصغيرك شجاع. أنت وأبي تجعلوني قويا. انظري يا أمي، أنا أشعر بخير، فقط اطمئني في كل الأحوال. قد كنت شجاعاً وأنا فخورة. ليأتي ما يأتي سنظل بجانبك. يا أطفال، انظروا لجون وهو نائم، الشمس تشرق وهذا وقت الاستيقاظ. هل أنت نائم؟ هل أنت نائم؟ أيها الأخ جون، أيها الأخ جون، الأجرس تدق، الأجرس تدق، دين دين دون، دين دين دون. هل أنت نائم؟ هل أنت نائم؟ أيها الأخ جاك، أيها الأخ جاك، خبز الصباح يخبز والبط والبجع يصيح، كواك كواك كواك، كواك كواك كواك. هل أنت نائمة؟ هل أنت نائمة؟ أيتها الأخت سو، أيتها الأخت سو، الديوك تصيح والدجاج يصيح، كاكا دودل دو، كاكا دودل دو. أليس هذا صباحا رائعا؟ أراكم قريبا. مرحبا يا أطفال، دعونا نغني أغنية طفل القرش. طفل القرش، طفل القرش، طفل القرش، طفل القرش. أم القرش، أم القرش، أم القرش، أم القرش. أبو القرش، أبو القرش، أبو القرش، أبو القرش. جدات القرش، جدات القرش، جدات القرش، جدات القرش. جد القرش، جد القرش، جد القرش، جد القرش. لنذهب للصيد، نذهب للصيد، نذهب للصيد، نذهب للصيد. هيا رب دودو، هيا رب دودو، هيا رب.
آمان في آمان في آمان في آمان. إنها النهاية دو دو دو، إنها النهاية دو دو دو، إنها النهاية دو دو دو، إنها النهاية. أهلا يا أطفال، أتعلمون لماذا أحب البالونات كثيرا؟ دعوني أخبركم. أحمر أزرق أصفر أخضر وقاتم، أنا أحب اللعب بالبالون. أحمر أزرق أصفر أخضر وقاتم، أنا أحب اللعب بالبالون. شكل قلب وبالون طويل وبالون يطير وتتبعه البلالين. بالون ناعم وبالون مبقع وبالون مرن يعقد في عقاب. أحمر أزرق أصفر أخضر وقاتم، أنا أحب اللعب بالبالون. أحمر أزرق أصفر أخضر وقاتم، أنا أحب اللعب بالبالون. نجعلها أحيانا تطير، أحيانا نطير معها حيث نطفو فوق السحاب عاليا في السماء. وفي عيد ميلادي أحب نفخ البلالين وأدعو أصدقائي للعرض الجميل. أحمر أزرق أصفر أخضر وقاتم، أحب اللعب بالبالون. أحمر أزرق أصفر أخضر وقاتم، أنا أحب اللعب بالبالون. سميك غمزة في الصدر شفاء وردية وأسناب، شعر مجعد جميل جدا، عيون زرقاء جميلة أيضا، قطة المعلم أهذا أنت؟ نعم نعم نعم. خد سميك غمزة في الصدر شفاء وردية وأسناب، شعر مجعد جميل جدا، عيون زرقاء جميلة أيضا، قطة المعلم أهذا أنت؟ نعم نعم نعم. خد سميك غمزة في الصدر شفاء وردية وأسناب، شعر مجعد جميل جدا، عيون زرقاء جميلة أيضا، قطة المعلم أهذا أنت؟ نعم نعم نعم. خد سميك غمزة في الصدر شفاء وردية وأسناب، شعر مجعد جميل جدا، عيون زرقاء جميلة أيضا، قطة المعلم أهذا أنت؟ نعم نعم نعم. يا أطفال دعونا نذهب برحلة ملونة ونكتشف الألوان المختلفة على طول الطريق. تنو
أغنية الألوان غنوها طوال اليوم. غنوا أغنية الألوان غنوها طوال اليوم. غنوا أغنية الألوان غنوها طوال اليوم. غنوا أغنية الألوان غنوها طوال اليوم. انظر لباص المدرسة إنه أصفر أصفر. ترى الناس في الحافلة قل أهلا أهلا. انظر لباص المدرسة إنه أصفر أصفر. ترى الناس في الحافلة قل أهلا أهلا. المخلوقات الفضائية برتقالية اللون. انظر للصحن الطائر يحلق في الفضاء. المخلوقات الفضائية برتقالية اللون. انظر للصحن الطائر يحلق في الفضاء. انظر للسيارة إنها خضراء خضراء. تذهب أسفل المسار وكأنها في مضمار. انظر للسيارة إنها خضراء خضراء. تذهب لأسفل المسار كأنها في مضمار. غنوا أغنية الألوان غنوها طوال اليوم. 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 انظر للطائرة تحلق إنها زرقاء زرقاء. والناس على الطائرة اسألهم كيف الحال. انظر للطائرة تحلق إنها زرقاء زرقاء. والناس على الطائرة اسألهم كيف الحال. انظر للدراجة النارية إنها حمراء حمراء. فروم 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 هذا ما قالت. انظر للدراجة النارية إنها حمراء حمراء. فروم 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 هذا ما قالت. انظر للون اللافتة إنه وردي وردي. متجر بيع المشروبات اشربه بالفراولة. انظر للون اللافتة إنه وردي وردي. متجر بيع المشروبات اشربه بالفراولة. غنوا أغنية الألوان غنوها طوال اليوم. 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 انظر لسكات القطار إنها سوداء سوداء. هيا لنعد للمنزل هيا احمل الحقيبة. انظر لسكات القطار إنها سوداء سوداء. هيا لنعد للمنزل هيا احمل الحقيبة. شاهد القمر في الليل إنه أبيض أبيض. ماذا يقول تصبح على خير. شاهد القمر في الليل إنه أبيض أبيض. ماذا يقول تصبح على خير. غنوا أغنية الألوان غنوها طوال اليوم. 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 يا أطفال تعالوا نرى ماذا ينوي جوني فعله. جوني جوني نعم يا أبي. أتأكل سكر؟ لا يا أبي. هل تكذب؟ لا يا أبي. افتح فاك ها ها ها. جوني جوني نعم يا أبي. أتأكل سكر؟ لا يا أبي. هل تكذب؟ لا يا أبي. افتح فاك ها ها ها. جوني جوني نعم يا أبي. أتأكل سكر؟ لا يا أبي. هل تكذب؟ لا يا أبي. افتح فاك ها ها ها. أليس جوني طفل صغير شقي؟ يا أطفال أتودون مقابلة السيدة بولي ونعجتها مع بوب القطار؟ كان للسيدة بولي نعجة وكانت مريضة مريضة. فهتفت الطبيب ليأتي سريعا. فجاء الطبيب بكبعة وحقيبة ودق على الباب. دق دق دق. و
جرى للنعجة وهز رأسه وقال للسيدة بولي ضعيها في السرير، وكتب على ورقة حبوب الحبوب سأعود في الصباح أنا آتم آتم آتم. قدمت سيدة بولي حبا واهتمام، غطتها بالملاءات وأطفت الأنوار، أتى الطبيب صباحا وألقى نظرة وابتسم، يبدو أن النعجة بخير تماما، يبدو أن النعجة بخير تماما. أليس هذا رائعا؟ يبدو أن السيدة بولي تحب نعجتها كثيرا. أيمكنني أكل كعكة؟ لا. أيمكنني أكل برجر؟ لا. أيمكنني أكل بيتزا؟ لا. أيمكنني شرب مخفوق؟ لا 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 لا. أمي 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 انظري إلى بطني إنها خاوية، أريد طعام لذيذ. أمي 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 انظري إلى بطني إنها خاوية، أريد طعام لذيذ. أيمكنني؟ لا. أيمكنني؟ لا. أيمكنني؟ لا. أيمكنني؟ لا. أيمكنني؟ لا. أيمكنني؟ لا 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 لا. أيمكنني أغسل كعكة؟ لا. خذي بعض اللبن، ضعي بعض السكر وضعيهم في الخلاط و لا لا لا. خذي بعض الخبز وضعي بعض الزبد وأيضا بعض الجبن. لا لا. أمي 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 انظري إلى بطني إنها خاوية، أريد طعام لذيذ. أمي 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 انظري إلى بطني إنها خاوية، أريد طعام لذيذ. أيمكنني؟ لا. أيمكنني؟ لا. أيمكنني؟ لا. أيمكنني؟ لا. أيمكنني؟ لا. أيمكنني؟ لا 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 لا. أمي 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 بطني بطني بطني، أعطيني أعطيني أعطيني، شهي شهي شهي. أنتي أوكستيني، أنتي حممتيني وغسليني للمدرسة لساعات. أكا بالحفلة لم أتشاجر أبدا، ذكرت دروسي رتبت غرفاتي، قمت بواجباتي كتبت ألف باء جيم، تركت ألعابي كما أخبرتيني. أمي 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 انظري إلى بطني إنها خاوية، أريد طعام لذيذ. أمي 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 انظري إلى بطني إنها خاوية، أريد طعام لذيذ. أيمكنني؟ لا. أيمكنني؟ لا. أيمكنني؟ لا. أيمكنني؟ لا. أيمكنني؟ لا. أيمكنني؟ لا لا لا. أيمكنني أكل سبانخ؟ مرحبا أيها الأطفال، لنذهب في نزهة حول مزرعة العجوز ماكدونالد. العجوز ماكدونالد لديه مزرعة إيا إيا يو، وفي المزرعة لديه بقر إيا إيا يو، مع مومو هنا ومومو هناك، هنا مو هناك مو في كل مكان مومو. العجوز ماكدونالد لديه مزرعة إيا إيا يو. لديه مزرعة إيا إيا يو، وفي المزرعة خنازير إيا إيا يو، مع أوينك هنا وأوينك هناك، أوينك أوينك في كل مكان. العجوز ماكدونالد لديه مزرعة إيا إيا يو. العجوز ماكدونالد لديه مزرعة إيا إيا يو، وفي المزرعة هناك بط إيا إيا يو، مع كواك كواك هنا وكواك كواك هناك، كواك كواك في كل مكان. العجوز ماكدونالد لديه مزرعة إيا إيا يو. العجوز ماكدونالد لديه مزرعة إيا إيا يو، وفي المزرعة هناك أحصنة إيا إيا يو،
عيني في كل مكان. العجوز ماكدونالد لديه مزرعة إيا إيا يو. العجوز ماكدونالد لديه مزرعة إيا إيا يو. وفي المزرعة دي خرفان إيا إيا يو. ما با هنا وبا هناك بابا في كل مكان. العجوز ماكدونالد لديه مزرعة إيا إيا يو. العجوز ماكدونالد لديه مزرعة إيا إيا يو. وفي المزرعة دي دجاجات إيا إيا هو. مع تشيك هنا وتشيك هناك تشيك تشيك في كل مكان. العجوز ماكدونالد لديه مزرعة إيا إيا يو. العجوز ماكدونالد لديه مزرعة إيا إيا يو. وفي المزرعة دي كن رومي إيا إيا يو. مع جوبل هنا وجوبل هناك جوبل جوبل في كل مكان. العجوز ماكدونالد لديه مزرعة إيا إيا يو. مرحبا يا أطفال، هيا نغني للطفل الصغير حتى ينام. نم يا صغيري على قمم الأشجار، تهب الرياح المهد يهتز، سيسقط الغصن ويسقط المهد ويأتي المهد إليك في الحال. الطفل نائم دافئ وناعم، والأم تجلس على الكرسي الهزاز، في الأمام والخلف يتأرجح المهد، والطفل النائم يسمعها تغني. نم يا صغيري لا تخشى شيء، صغيري لا تقلق ماما بالقرب، أصابع صغيرة عيون مغلقة، والطفل نائم حتى الصباح. هناك الطفل، إنه نائم وأنت أيضا. ليلة سعيدة. شاف السرير وصغير قال تدحرب تدحرب، فتدحرب ووقع واحد تسعة تسعة. كانوا تسعة في السرير وصغير قال تدحرب تدحرب، فتدحرب ووقع واحد ثمانية ثمانية. كانوا ثمانية في السرير وصغير قال تدحرب تدحرب، فتدحرب ووقع واحد سبعة سبعة. كانوا سبعة في السرير والصغير قال تدحرك تدحرك، فتدحرك ووقع واحد ستة ستة. كانوا ستة في السرير والصغير قال تدحرك تدحرك، فتدحرك ووقع واحد خمسة خمسة. خمسة في السرير والصغير قال تدحرك تدحرك، فتدحرك ووقع واحد أربعة أربعة.
كانوا أربعة في السرير والصغير وكل تدحرك تدحرك فتدحرك ووقع واحد ثلاثة ثلاثة كانوا ثلاثة في السرير والصغير وكل تدحرك تدحرك فتدحرك ووقع واحد اثنان اثنان كانوا سنان في السرير والصغير وكل تدحرك تدحرك فتدحرك ووقع واحد 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 كان واحد في السرير والصغير وقال تصبحون على خير. لنتعلم الاستعداد في الصباح الباكر مع بوب القطار. ننظف أسناننا 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 هكذا ننظف أسناننا في الصباح الباكر. هكذا نغسل وجهنا 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 هكذا نغسل وجهنا في الصباح الباكر. هكذا نمشط شعرنا 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 هكذا نمشط شعرنا في الصباح الباكر. هكذا نرتدي الملابس 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 هكذا نرتدي الملابس صباح الباكر. هكذا نذهب للمدرسة المدرسة المدرسة هكذا نذهب للمدرسة في الصباح الباكر. مرحبا يا أطفال، هل سمعتم عن القطط الثلاثة؟ ثلاث قطط قفازاتهم ضاعت وبدأوا في البكاء. أمي العزيزة نخاف للأسف قفازاتنا ضاعت. أضعتهم القفازات قطط شقية لن تحصل على الفطيرة. مياو 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 لن نحصل على الفطيرة. ثلاث قطط وجدوا القفازات وبدأوا في البكاء. أمي العزيزة انظري هنا وجدنا القفازات. وجدتم القفازات قطط لطيفة ستحصلون على الفطيرة. مياو 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 سنحصل على الفطيرة. ثلاث
ارتدوا القفازات وبدأوا بأكل الفطيرة. أو أمي العزيزة نخاف كثيرا، قفازتنا ملوثة، قفازات ملوثة، قطط شقية وشعروا بالحزن. مياو 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 مياو، قفازتنا ملوثة. ثلاث قطط غسلوا القفازات ووضعوهم تحت الشمس. أو أمي العزيزة انظري هنا، غسلنا القفازات، غسلتم القفازات، قطط مطيعة أشم رائحة فأر. مياو 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 مياو، نشم رائحة فأر. مرحبا يا أطفال، هل تعرفون لماذا يجب علينا غسل أيدينا؟ لماذا يا بوب؟ لتتخلصوا من الجراثيم، هذا هو السبب. عندما تعود من مباراة بيسبول تذكر أن تغسل يديك، خذ بعض الوقت لتكون نظيفا وتذكر أن تغسل يديك بالماء والصابون. افرق افرق افرق، هكذا تغسل يديك. افرق 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 لصنع البقعات، هكذا تغسل يديك. انه موعد الغداء، هل غسلت يديك؟ انا ذاهب الان بوب. ممتاز، قبل كل اكل وقبل كل وجبة تذكر ان تغسل يديك، خذ بعض الوقت لتكون نظيفا وتذكر أن تغسل يديك بالماء والصابون. أفرك أفرك أفرك، هكذا تغسل يديك. أفرك 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 لصنع الفقاعات، هكذا تغسل يديك. أرى أنك خرجت من المرحاض، هل غسلت يديك؟ أجل يا بوب. ممتاز، عندما تستعمل دورة المياه تذكر أن تغسل يديك، خذ بعض الوقت لتكون نظيفا وتذكر أن تغسل يديك بالماء والصابون. أفرك أفرك أفرك، هكذا تغسل يديك. أفرك 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 لصنع الفقاعات، هكذا تغسل يديك. أنا أحب أن ألعب مع حيواني الأليف، ولكن أعلم بوب، يجب علينا غسل أيدينا بعد ذلك. عندما تلعب مع جروك أو قطك تذكر أن تغسل يديك، خذ بعض الوقت لتكون نظيفا وتذكر أن تغسل يديك بالماء والصابون. أفرك أفرك أفرك، هكذا تغسل يديك. أفرك 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 لصنع الفقاعات، هكذا تغسل يديك. أتشو، بوب لقد أصبت بالبرد. عليك أن تغسل يديك كي لا تصاب مثلي. عندما تكون مع شخص مريض تذكر أن تغسل يديك، خذ بعض الوقت لتكون نظيفا وتذكر أن تغسل يديك بالماء والصابون. أفرك أفرك أفرك، هكذا تغسل يديك. أفرك 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 لصنع الفقاعات، هكذا تغسل يديك. أشعر بأنني بخير الآن. وأنا أيضا بوب. أراكم قريبا يا أطفال. أهلا أطفال، هل سمعتم عن الدب الذي ذهب يتسلق الجبل؟ تسلق الدب الجبل، تسلق الدب الجبل،
تسلق الدب الجبل ليرى ما يرى، وكل ما رآه وكل ما رآه هو الجانب الآخر للجبل، الجانب الآخر للجبل، الجانب الآخر للجبل. هو كل ما رآه هو كل ما رآه هو كل ما رآه. تسلق الدب الجبل، تسلق الدب الجبل، تسلق الدب الجبل لينظر ما يرى، وكل ما رآه وكل ما رآه هو الجانب الآخر للنهر، الجانب الآخر للنهر، الجانب الآخر للنهر. هو كل ما رآه هو كل ما رآه هو كل ما رآه. تسلق الدب الجبل، تسلق الدب الجبل، تسلق الدب الجبل لينظر ما يرى. أطفال، لنتعرف على العرس الشقي مع بوب القطار. حول أشجار التوت أراد القرد العرس، وفجأة قفز وها هو العرس. قرش للفات خيط، نكلة للإبرة، هكذا يذهب المال وها هو العرس. لديه سعال وديني لديه حصبة، هذه هي القصة وها هو العرس. نصف جنيه للأرز ونصف آخر للدبس، هكذا يذهب المال وها هو العرس. عند خروجي أجد القرد هناك، أقذفه بالعصا وها هو العرس. في كل الأنحاء يقفز من شباكي، هكذا يذهب المال وها هو العرس. علمتني أمي الحياكة بالإبرة، ينزلق إصبعي وها هو العرس. مهما حاولت الحياكة لست أضبطها، أفعل ما أستطيع وها هو العرس. هل كان ذلك ممتعا؟ عودوا للمزيد. لنشاهد البطاط الصغيرة الخمسة. خمسة بطاط سبحت وابتعدت فوق التلة، أمهم قالت كواك كواك كواك، رجعت أربعة منها. أربعة بطاط سبحت وابتعدت فوق التلة،
أمهم قالت كواك كواك كواك. رجعت ثلاثة منها، ثلاثة بطات سبحت وابتعدت فوق التلة. أمهم قالت كواك كواك كواك. رجعت اثنتان منها، بطتان سبحتا ذهبتا فوق التلة. أمهما قالت كواك كواك كواك. جاءت بطات وحدها، بطات ذهبت تسبح صعدت لأعلى التلة. أمها قالت كواك كواك كواك. فعادت البطات كلها معها. أراكم قريبا. أهلا، حان وقت الاستحمام. هيا لنستحم، لكنني سأبتل وستصبح نظيفا، لكنني استحممت أمس. عليك الاستحمام كل يوم، بالاستحمام تكون نظيفا. نظف 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 هكذا، بالاستحمام تكون نظيفا. نظف 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 هكذا، نظف نظف امسح امسح هكذا. افرك افرك نظف نظف هكذا، نظف نظف امسح امسح هكذا. افرك افرك نظف نظف نظف. اغسل ذراعيك سينفاد الصابون، لا تقلق لذلك، أرجو أن يوجد ماء كاف. يوجد ما يكفي لتستحم، بالاستحمام تكون نظيفا. نظف 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 هكذا، بالاستحمام تكون نظيفا. نظف 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 هكذا، نظف نظف امسح امسح هكذا. أفرك أفرك نظف نظف هكذا، نظف نظف امسح امسح هكذا. أفرك أفرك نظف نظف نظف. اغسل رأسك، وهل سنجففها؟ بالطبع سنفعل، بالمنشفة نجففها، نفرك بها لنجف سريعا. بالاستحمام تكون نظيفا. نظف 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 هكذا، بالاستحمام تكون نظيفا. نظف 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 هكذا، نظف نظف امسح امسح هكذا. افرك افرك نظف نظف هكذا، نظف نظف امسح امسح هكذا. افرك افرك نظف نظف نظف. أليس ذلك ممتعا؟ يمكنك الذهاب للمدرسة الآن. مع السلامة. أهلا يا أطفال، هل تحبون أن نذهب في نزهة للألوان؟ إذا اقفزوا معي. أصفر أصفر أحب الشمس، أصفر أصفر أحب الشمس. بنفسجي بنفسجي أحب العنب، بنفسجي بنفسجي أحب العنب. أزرق أزرق أحب السماء، أزرق أزرق أحب السماء. أبيض أبيض أحب السحاب، أبيض أبيض أحب السحاب.
اركبوا جميعا قطار الألوان لنرى الألوان يا أصحاب. اركبوا جميعا قطار الألوان عندنا كل الألوان يا أحباب. أخضر أخضر انظروا للشجر، أخضر أخضر انظروا للشجر. أحمر أحمر انظروا للورود، أحمر أحمر انظروا للورود. برتقالي برتقالي انظروا لهذا البيت، برتقالي برتقالي انظروا لهذا البيت. وردي وردي انظروا لهذا الباب، وردي وردي انظروا لهذا الباب. اركبوا جميعا قطار الألوان لنرى الألوان يا أصحاب. اركبوا جميعا قطار الألوان عندنا كل الألوان يا أحباب. أرجو أن تكونوا استمتعتم بنزهة الألوان، إلى اللقاء في المرة القادمة. أطفال، لنتعرف على العرس الشقي مع بوب القطار. حول أشجار التوت أراد القرد العرس، وفجأة قفز وها هو العرس. قرش للفة خير، نكلة للإبرة، هكذا يذهب المال وها هو العرس. لديه سعال وديمي لديه حصبة، هذه هي القصة وها هو العرس. نصف جنيه للأرز ونصف آخر للدبس، هكذا يذهب المال وها هو العرس. عند خروجي أجد القرد هناك، أقذفه بالعصا وها هو العرس. في كل الأنحاء يقفز من شباكي، هكذا يذهب المال وها هو العرس. علمتني أمي الحياكة بالإبرة، ينزلق إصبعي وها هو العرس. مهما حاولت الحياكة لست أربطها، أفعل ما أستطيع وها هو العرس. هل كان ذلك ممتعاً؟ عودوا للمزيد. أنا قطار الأشكال، تشو تشو تشو. أنا قطار الأشكال. سيد دائرة دائرة، شكلك دائري، تستطيع أن تتدحرج بشكل دائري. سيد دائرة دائرة، شكلك دائري، تستطيع أن تتدحرج بشكل دائري. سيد مربع مربع، اركب معنا هيا، لديك أربع جوانب
وأربعة زوايا. سيد مربع مربع اركب معنا هيا، لديك أربع جوانب وأربعة زوايا. سيد مثلث مثلث شكلك كالهرم، انضم إلى القطار هيا إلينا انضم. سيد مثلث مثلث شكلك كالهرم، انضم إلى القطار هيا إلينا انضم. سيد نجم سيد نجم هل تنظر إلى السماء، أصدقاؤك يزوروننا في كل مساء. سيد نجم سيد نجم هل تنظر إلى السماء، أصدقاؤك يزوروننا في كل مساء. سيد مستطيل مستطيل انضم إلينا، عرباتي تشبهك كثيرا هيا تعالى معنا. سيد مستطيل مستطيل انضم إلينا، عرباتي تشبهك كثيرا هيا تعالى معنا. سيد بيضاوي بيضاوي لرؤيتك فرحون، أصدقاؤك الأشكال معي مستمتعون. سيد بيضاوي بيضاوي لرؤيتك فرحون، أصدقاؤك الأشكال معي مستمتعون. مع السلامة يا أطفال. يا أطفال هل أنتم جاهزون للنوم؟ في غرفة حمراء يجري قمر، وأرجل تلعب تحت الملاءات، وصور جميلة تزين الحوائط. لثلاثة فئران تجري في المكان، وحمتي ضمتي يجلس على الحائط، وحافلة صفراء تصعد الجبال، وذات الرداء الأحمر وجاك وجال. معجون أسنان طبق حلوى، وأيضا حصان وسرير أطفال، كتاب لطيف وأيضا ألعاب، نهر طويل بمركب ومجداف. نام يا جاك وأيضا جل، وأيضا الحافلة التي تصعد الجبال. ناموا يا فئران وكونوا جميلان، وداعا يا مزرعة ذات الطحونة. نام يا همتي نام يا ضمتي، والمعجون والوعاء والسرير والحصان والألعاب والكتاب والملاءات والأقدام. وداعا يا ليل نوما هانئا.
أهلا يا أطفال، دعونا نشاهد إنسي وينسي العنكبوت. إنسي وينسي العنكبوت صعد إلى الصنبور، سقط المطر ومنعه من العبور. خرجت الشمس وجف المطر، العنكبوت الصغير صعد صنبور مرة أخرى. إنسي وينسي العنكبوت إنه ممتع جدا. إنسي وينسي العنكبوت صعد إلى الصنبور، سقط المطر ومنعه من العبور. خرجت الشمس وجف المطر، العنكبوت الصغير صعد صنبور مرة أخرى. أنا حقا أحب إنسي وينسي العنكبوت. إنسي وينسي العنكبوت صعد إلى الصنبور، سقط المطر ومنعه من العبور. خرجت الشمس وجف المطر، العنكبوت الصغير صعد صنبور مرة أخرى. إنسي وينسي العنكبوت صعد إلى الصنبور، سقط المطر ومنعه من العبور. خرجت الشمس وجف المطر، العنكبوت الصغير صعد صنبور مرة أخرى. هل استمتعت بالعنكبوت إنسي وينسي؟ أراك قريبا. مرحبا يا أطفال، فلنصعد لأعلى التل لمقابلة جاك وجيل. جاك وجيل صعدا للتل لجلب دلو من الماء. سقط جاك وأصيب رأسه، قد عثرت جيل بعده. قام جاك وساعدها، أخذ بيدها وقال: لا تقلقي، لم تتأذي، دعينا نحضر دلو الماء. جاك وجيل صعدا للتل لجلب دلو الماء. قاموا بإحضاره للأم التي شكرتهم على ذلك. نظرت إلى جاك وجيل، سألت الأطفال ما الأمر. قالت جيل: انظري للشمس، إنها تزداد سخونا. وجيل نزل من التل للقفز في الماء المنعش. بأجملها جيل بدت رائعة بملابس سباحة جديدة. قام جاك بالسباحة مع جيل، مع أمهم وأبيهم. على ضفاف نهر بالوادي رنت ضحكتهم عاليا. كان وقتا رائعا، جاك وجيل قضيا وقتا ممتعا. بالتأكيد أراكم قريبا. أهلا يا أطفال، اسمعوا قصة بوبيب التي فقدت خرافها. صغيرة بوبيب فقدت خرافها ولا تعلم أين تجدهم.
اتركوا الخراف ستعود وحدها، لا تبحثوا أبدا عنهم. صغيرة بوبيب نامت في الليل، وفي الحلم كانوا ينادوا، ولما قامت أدركت الحلم أنهم لازالوا هنا. هناك أخذت عصاها الصغير لكي تبدأ البحث عنهم، وجدتهم بالفعل لكن شعرت بخوف، قد جاءوا بدون زيولهم. حدث في يوم كانت تفكر في ذلك الحقل الكبير، رأت الزيول معلقة هناك على شجرة كانت تجف. ألقت نظرة على كل الأرجاء، وفي الطريق راقدت، فعلت ما عليها بكل وسعها لترجع الزيول إليهم. صغيرة بوبيب فقدت خرافها ولا تعلم أين تجدهم. اتركوا الخراف ستعود وحدها، لا تبحثوا أبدا عنهم.